حياكم الله من جديد في يا هلا بالعرفج. مثل ما عودناكم دائما في يا هلا بالعرفج انه هذا البرنامج قابل للتجدد باستمرار. اليوم نضيف واحده من الفقرات اللي نبداها على بركه الله اليوم بعنوان ناصيه. هذه الفقره بنعرض فيها في كل اسبوع ناصيه من نواصي عامل المعرفه احمد العرفج ونسمع تعليق الدكتور عليها. ناصيتنا اليوم اللي راح نستعرضها امامكم، أعطونا الناصية يا شباب نشوفها. هذه ناصيتنا اليوم، يقول محمد علي كلاي: من يرى العالم وهو في الخمسين من عمره مثلما كان يراه وهو في العشرين فقد أضاع 30 سنة من عمره. قد بالغ محمد علي حين ذكر 30 سنة، لأن الإنسان من المفترض أن يتغير باستمرار، وأما من مر عليه يوم واحد وهو لم يتغير فقد أضاع من عمره 24 ساعة. تفضل. شوف، أنا هذه العبارة كاتبها في الصالة عندي على المدخل، أيه؟ حتى أقرأها كل يوم. شوف، إذا أنت أمسك زي يومك فأنت للأمانة خسرت 24 ساعة فعلا. لازم الإنسان يكون صريح أنه كل يوم يزداد معرفة، يزداد علما، يزداد كذا. وأنت تعرف الله مقدر لك في الدنيا مجموعة أيام، كل يوم يمر يروح بعضك. فأنت خلي اليوم اللي يمر يا في عمل صالح، يا في ثقافة، يا في معرفة، يا في عطاء، يا في صلة رحم، يا في صلة. بعض الناس أنا أشوفه ما شاء الله من 30 سنة مجرد تغير الشكل، الجسم تغير، صار خدود وجسم وكذا. العقل هو العقل ما تغير، هي كارثة هذه. الله يرحم محمد علي صادق، إذا كان هذا نفسه فأنت ضيع 30 سنة من عمره. إيه، وأنت تقول إذا يوم واحد. أنا بالنسبة لي لا، أنا ترى مدلعكم. أنا بالنسبة لي إذا الدقيقة اللي جيتك الاستديو وأطلع من بعد الاستديو نفس العقلية، أنا كذا أتعب، لأني استفدت منك الآن، استفدت من نفسي، استفدت من الأخ هذا المخرج اللي قاعد تقول في قهوة ما شاء الله حاط رجل على رجل. استفدت، هي لأن الحياة مدرسة، تشوف الرضا استفدت منها.